السلام عليكم. دلوقتي هنتكلم ازاي نخلي التاج ياخد نفس الميل بتاع العنصر نفسه. طيب ايه هو التاج؟ هو عبارة عن تكست بس سمارت بياخد المعلومة من العنصر، بحيث ان المعلومة دي لو اتغيرت هي اوتوماتيك تتغير في التكست. يعني لو احنا شغالين كده وبعد كده في تكست بيقول ان الباب ده مثلا مقاسه 2 متر في نص متر مثلا، بعد كده غيرت المقاس بتاع الباب، التكست مش هيتغير، لا هنا هيتغير. تمام. طيب لو انا قلت له مثلا عايز احط باب، ورحت الاركتكشر وقلت له دور، ورحت حاطط الباب دوت بالشكل دوت، وحطيت التاج من انوتيت، الاقي هنا عندي التاج، التاج باي كاتيجوري، هقول له هحط عند الباب. التاج اتحط بالشكل دوت، ممكن تحطه هوريزونتال او فيرتيكال كده، انت تقدر تتحكم فيه. لو عملت سيلكت على دوت ممكن تقول له هوريزونتال او فيرتيكال، وممكن تحط كمان الليدر لاين بشكل دوت. لما تختار الليدر لاين بيديني طيب هل هو انت عايزه اتاش مرتبط بالباب ولا فري. فري معناها ان انت تقدر تغير النقطه هنا، حاسس ممكن تشاور مثلا على الحته دي مثلا. تمام. طيب لو انا عايزه يبدا يتحرك اوتوماتيك مع الباب ياخد نفس الزاويه، هدخل هنا على ايديت فاميلي وعلم على روتيت ويز كومبوننتس، يعني خليك تتغير مع كومبوننت، وبعد كده احمل في المشروع، هقول له لود انتو بروجكت اند كلوز، يعني حمل لي الملف ده في المشروع واقفل لي الفاميلي. بيقول عايز سايبها، المقصود بالتسييب هنا ان هو هيسيبها في ملف خارجي او هيسيب الفاميلي دي فاميلي جنب المشروع. يعني لو قلت له يس هيقول لي هتسيبها فين بالشكل ده، اختار فين. طيب هقول له لود واقول له اوكي، واقول له انا مش عايز اسيبها بره، انا عايز تبقى في المشروع. هتلاقي بتاخد نفس الزاويه بتاعت الباب، يعني لو الباب ده لف هتلاقيه بيلف معاه. نتيجه كده مش هيبقى فيه لا هوريزونتال ولا فيرتيكال، الليدر بس هو اللي موجود، تقدر تختاره اتاشت او فري.